الرجيم خيار مثالي لإنقاص الوزن، ولكن الكتار ما بيعرفوا أضراره، خاصة رجيم البروتين يلي أثبتت الدراسات إنه إله أضرار عديدة بجهلها البعض. أولها مرض السكري، ممكن يكون في علاقة بين مرض السكري والإفراط باستهلاك البروتين، فالجسم بهالحالة بيكون مجبور على حرق الدهون والبروتينات ليحصل على الطاقة، وهالشي بيؤدي لتراكم الكيتونات بالجسم بسبب نقص الأنسولين، وممكن هالشي يزيد من مخاطر الإصابة بغيبوبة السكري. بالإضافة لمشكلات الجهاز الهضمي، ممكن يسبب رجيم البروتين بحدوث مشكلات بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك، فتناول البروتين بيخلي الوجبة تقيلة وصعبة الهضم. وكمان مشكلات الكلى، رجيم البروتين ممكن أنه يؤدي للضغط على الكلى لترشيح البروتينات والتخلص من النيتروجين الزائد والنفايات الأخرى الناتجة. وختاماً الجفاف، ببعض الأحيان ممكن يعاني الكبار من الجفاف والشعور بالعطش الشديد لما بيتناولوا كميات كبيرة من البروتين.